بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله: إطعام 10 مساكين. قال: هذا مبتدأ، وما قبله من قوله وفي النذر إلى آخره خبره، والمراد بالإطعام التمليك، وبالمسكين ما يعم الفقير، وشرطه الحرية والإسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج. يعني بدأ الآن يتكلم على أنواع الكفارة، إطعام 10 مساكين، مبتدأ خبره وفي النذر المبهم، في اليمين وفي النذر المبهم إطعام 10 مساكين. قال الإطعام المراد به يعني التمليك، ليس بالضرورة أنه يأكل أمامه، إذا مكنه وملكه من مقدار مد الكفارة فهذا يكفي، سواء أكلها الآن أو أكلها بعد يوم أو غير ذلك، كله يعني أتى به المطلوب. والمسكين مراد به ما يعم الفقير، لأن مثل القاعدة المذكورة عندهم أن المسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. لما يذكر واحد منهم بس معناه حتى الثاني موجود في النية، لما قال هنا مسكين معناه الفقير حتى هو داخل، هذا معناه افترق اجتمع. وإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع قال مسكين وفقير، معناه يبقى في تعريف، كل واحد له تعريف خاص به. الفقير عندهم هو الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، وغير المالكية يرون بالعكس. على كل حال، لكن هي يعني بالاتفاق بين المذاهب كلها أن كفارة اليمين تعطى للمسكين وللفقير، سواء كان المسكين هو الأحوج ولا الفقير هو الأحوج، الخلاف يكاد يكون لفظي لا ثمرة له. فإطعام 10 مساكين، وشرط المسكين هذا اللي يعني يطعم يكون مسلم ويكون حر، ما يصحش إطعام إعطاء الكفارة لغير المسلم. بعض الناس يقول أني علي كفارة، نطلع للشارع من الكوبري ولا كذا ونلقى عمال ونعطيهم، لابد أن يتحقق من إسلامهم. أما إذا كان العمال يأتوا من الخارج من أفريقيا ومن غيرها، فيهم المسلم وفيهم الوثني وفيهم النصراني وفيهم يعني من عندهاش دين، ما ينبغيش إنسان يعطي شيء من الكفارات أو الزكوات أو كذا إلا بعد التحقق من إسلام الشخص الذي يعطيه، لأن الكفارة والزكاة عبادة، والعبادة لا تعطى لغير المسلم. هذا الشرط لابد من الإسلام، والحرية تعطاش للرقيق، لأن الرقيق لا يعد فقير لأنه نفق على سيده، وألا تجب نفقته على المخرج. إذا كان إنسان يعني عنده حد يجب عليه إنفاق عليه، مثل والده ولا مثل أولاده الصغار، لا يجوز أن يعطي له كفارته، لأن عندما يعطيهم الكفارة في الواقع هو يصون ماله كأنه لم يزكي، بدل ما كان ينفق عليهم من ماله يعطيهم الزكاة، فيوفر النفقة ويوفر ماله. ومسائل هذه الزكاة ولا الكفارة ولا غيره لا يجوز أن ينتفع بها صاحبها، لأنها جعلت جزاء وكفارة وعقوبة لمن ارتكب مخالفة أو لمن ملك النصاب يعطي حق الفقير. فإذا كان أعطاه لمن تجب عليه نفقته كأنه لم يعطي. هذه الشروط، يعني لابد أن يكون مسلما وحرا ولا تجب نفقته على المخرج. نعم. قال: إطعام 10 مساكين لكل
أي لكل واحد مد مما يخرج في زكاة الفطر. كل واحد منهم يعطيه مد، والمد معروف هو لي يعني يخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر 4 أمداد، والمد من اليدين يعني المقبوضتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، مجتمعتين من اليدين المجتمعتين هكذا، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فباعتدالهم هكذا من اليد الواحدة هذا يسمى مدا، وهذا هو الذي يجب أن يعطيه في كفارة الصيام، إطعام 10 مساكين، يعطي كل مسكين من 10 مدا، يعطيه مدا، فهي 10 أمداد لكل مسكين مد. هذا هو مقدار زكاة، مقدار كفارة اليمين. قال: وندب بغير المدينة زيادة ثلثه، قال أشهب، أو نصفه، قاله ابن وهب، فأو لتنويع الخلاف، وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد، وهو الوجه. هذا هو الوجه، يعني يزيد يوفي، يعني من باب التوفية، بعضهم قال يزيد عليه الثلث، يزيد مد وثلث، وبعضهم يقول مد ونصف، والإمام رحمه الله قال الزيادة مش محددة بحد، قال وهو الأوجه، يزيد مقدار قليل على المد، ليس شرط أن يكون ثلثا أو نصفا، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. قال: أو لكل رطلان خبزا بالبغداد أصغر من رطل مصر بيسير، قال بأدم ندبا، فيجزئ بلا إدام على الراجح، والتمر والبقل إدام. فكفارة اليمين في قوله تعالى إطعام 10 مساكين، يتحقق الإطعام بواحد من أمور، إما بإعطاء مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد، وإما بإعطائه رطلين من الخبز، والرطل وزنه قلنا ما يقرب من 154 جرام، فإذا أعطي رغيفين من الخبز بهذا الحجم، كل رغيف بهذا الحجم اللي هو الرطل حوالي 450 جرام، يكون يعني قد أعطى للفقير واحد هذا المقدار، ينبغي أن يعطي لتسع آخرين يعني مثله، فإما يعطي مدة لكل مسكين أو يعطي رغيفين من الخبز كل واحد منهم وزنه يعني رطلين، يعني رغيف من الخبز كل واحد يعني وزنه رطل، فهذا يتحقق الإطعام بواحد من هذين الأمرين، ويأتي أو بغداء وعشاء، يعني يأخذ الفقير ويغديه وعشيه، يوكله وجبتين غداء وعشاء من أوسط الطعام، فهذا أيضا يعني إذا واحد من 3 الإطعام يكون 1 من 3، إما أن يعطى مدا من غالب القوت، ويعطى رطلين من الخبز، أو يغدى الفقير ويعشى. نعم. قال: بأدم ندبا، فيجزئ بلا إدام على الراجح، والتمر والبقل إدام. المراد بالإدام هو المسوغ، يعني أي شيء يسوغ به أكل الخبز، يعني زيت وإلا طن وإلا أي حاجة، يعني حتى التمر أي يسوغ، أو الشامية أو أي شيء يسوغ له أكل الخبز يسمى إدام. والأدم هذا يعني مستحب وليس واجبا، الواجب هو أصل الطعام قوت، إما المد وإما رطل الخبز، وإذا زاده شيء يتعلق بالمسوغ، أعطاه ملح ولا بصل ولا زيت ولا كذا مع هذا، فهذا يكون من المستحب والمندوب. نعم. قال: كشبعهم مرتين، كغذاء وعشاء، أو غذائين أو عشاءين، وسواء توالت المرة. غداء ليس غذاء. كغداء وعشاء.
كغداء وعشاء أو غدائين أو عشائين. لأن الغذاء شيء، أي شيء يغذي قليل وكثير، لكن الغداء المصطلح به المعروف هو وجبة الغداء وجبة العشاء، يعني بيعطيه وجبتين، بيوكله وجبتين، لا مجرد أنه يعطيه شيء يغذيه في وقت، بل ينبغي في أوقات الوجبتين هذول يغذيه ويجيبه في وقت العشاء يعشيه أيضا. وسواء توالت المرتان أم لا، فصل بينهما بطول أم لا، مجتمعين العشرة أو متفرقين، متساوين في الأكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين، ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة. يعني كله سائغ، ما فيش يعني تضييق في المسألة، سواء كان العشرة كلهم أتوا في يوم واحد ولا كل يوم يأتي بشخص، سواء كان الغداء والعشاء في يوم واحد أو يوم غداه ويوم تاني عشاه، سواء كان يعني يأكلوا مثل بعضهم ولا واحد يأكل أكثر من الثاني، والشبع الشبع الوسط يعني المسألة ما دام هو إنسان معتاد صحيح سليم وأتي ليتغدى ويتعشى، سواء أكل مثل الرطلين ولا أكثر ولا أقل، كل ذلك سائغ. نعم. قال: وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: أو كسوتهم أي العشرة، ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر، للرجل ثوب يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة، وللمرأة درع أي قميص ساتر وخمار، ولو غير وسط كسوة أهله. والمطلوب منا في الكفارة اليمين كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أو كسوتهم يعني يعطي لكل مسكين من العشرة يعطيه كسوة. ما المراد بالكسوة؟ قال بالنسبة للرجل يكفي أن يعطيه قميصا، قميصا هو يستر جسده مما يمكنه أن يصلي فيه، هذا الضابط متاعه. قال: لا إزار وعمامة، يعني الإزار والعمامة مش مطلوبين زيادة على القميص، إما أن يحمل كلام المصنف على أن لا إزار وعمامة، أنا مش مطلوب منا أن يعطيه مع القميص إزار وعمامة، وإلا يحمل على الإزار الذي لا يكون ثوبا وافرا يلف فيه بدنه يصلح للصلاة، إذا كان إزار صغير ومع عمامة ما يكفيش، فالإزار والعمامة إذا واقعين في محل النفي في كلام المصنف، إما أن يكونوا يعني في موضع الزيادة ما تشترط زيادتهم على القميص اللي يصدر بدنه، وإلا لا إزار بمعنى صغير لا يمكنه أن يلتف فيه ليصلي فيه، فهذا ما يكفيش حتى لو كان معه عمامة، الإمامة غير مطلوبة، المطلوب هو الثوب الذي يستره ولو كان على شكل إزار يمكنه الالتفاف فيه لف بدنه فيه، هذا يكفي، سواء كان قميص يعني جاهز ويلبسه لباسا أو كان يعني جلباب واسع ثوب واسع يلفه على جسدي ويلتف فيه ويمكنه الصلاة فيه، هذا هو المطلوب في كسوة الرجل. وكسوة المرأة مطلوب فيها قميص والدرع، والدرع هو الذي تضع المرأة الخمار على رأسها، ودرع اللي هو القميص، درع المرأة اللي هو القميص طويل الفضفاض، والخمار يلزمها أيضا يعني خمار اللي تضعه تلف على رأسها ورقبتها وشعرها وينزل على صدرها، فكسوة المرأة هي قميص وخمار، وقسمة الرجل وكسوة الرجل هي قميص.
يلف بدرا. ايوه قال: ولو غير وسط كسوة أهله. وشرط القميص والكسوة هذه أن تكون فيها قوة، أنا ما يكونش مهلل قماش يعني يظل هو شفاف يعني فارغ ماهوش قوي، هذا لا يكفي، شرط أن يكون قويا، وحتى ولو كان هو أقل من كسوة أهلي، ولكن هو القرآن ذكر في الطعام طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم، الظاهر حتى الكسوة يعني هي فيها هذا التقدير وفيها هذا القيد، يعني القيد من أوسط ما تطعمون الوسطية كما هي مشترطة في الطعام هي مشترطة أيضا في الكسوة، ولكن منهم من يقول الكسوة لا يشترط فيها أن تكون من وسط كسوة البلد بل حتى لو كانت أقل من ذلك. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: والرضيع كالكبير فيهما، أي في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز، بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغني به عن اللبن على الأصح، فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله إلا في مرات، ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن، ويعطى كسوة كبير. يعني الصغير، السؤال هل الصغير يمكن أن يعني يكفي أن تطعمه أو تكسوه أو ليس كذلك؟ قال: الصغير إذا كان هو استغنى عن اللبن ويأكل الطعام فيجوز أن يعطى، ولكن ما يعطاه ليس هو ما يشبعه، لأن ما يشبع الصغير ليس مثل ما يشبع الكبير، فينبغي أن يعطى الرطلين سواء أكلهم في مرة أو أكلهم على مرات، أو يعطى المد، يمكن تستطيع أن تعطي الكفارة للصغير، مثلا يقول واحد: يا ابن أعطي كفارة إطعام 10 مسكين لعائلة فيها 10 أشخاص منهم كبار ومنهم صغار، هل يجوز أن نعد الصغار ضمن العشرة؟ يقال له: إن كان الصغار قد استغنوا عن اللبن يأكلون الطعام فيجوز أن تحسبهم ضمن العشرة، ولكن عندما تطعمهم لا إذا أردت أن تغذيهم وتعشيهم لا تكتفي بغذاء الصبي الذي يعني هو صغير وربما يعني يدوب استغنى على الطعام، هذا ينبغي لك أن تعطيه الرطلين أو تعطيه المد، بعدين هو متى ما أكله له يعني حر يأكل متى ما شاء. وكذلك في مسألة الكسوة لا يجوز لك أن تعطيه كسوة صغير، بل يجب عليك على الصحيح أن تعطيه كسوة كبير، يعني لما بتكسو أنت أسرة فيها 5 صغار و5 كبار بتعطي كسوة 10 كبار، حتى الصغار تعطيهم كسوة الكبار. نعم. قال: وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله: أو عتق رقبة كالظهار لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة. وفي الأعجمي تأويلان: شرط أن تكون مؤمنة، وفي الأعجمي تأويلان، يعني هذه الخيار اللي هو بين إطعام الكسوة أو عتق رقبة، عتق الرقبة ورد في آية كفارة اليمين، الرقبة وردت مطلقة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مطلق الرقبة لم تقيد إذا كانت مؤمنة ولا غير مؤمنة. قال: تحمل على كفارة الظهار وتحمل على كفارة القتل، يعني نص عليها في كفارة القتل يعني رقبة مؤمنة،
يحمل المطلق هنا على المقيد هناك، وشرطه أن تكون مؤمنة، يعني الرقبة التي تعتق في كفات اليمين شرطه أن تكون مؤمنة. ولا يصح، قال وفي العجمي قولان، العجمي يعني هو غير مسلم، يعني الرقبة غير مسلمة، فيها قولان هل يجوز ولا يجوز، تردد يعني هل يجوز عتقها ولا يجوز عتقها. فبناء على حمل المطلق على المقيد يجب أن تكون مسلمة ولا يجوز عتق غير مسلمة، وبناء على أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد فيجوز يعني عتق الرقبة ولو كانت غير مؤمنة، ولا يجوز عتق الجنين إذا كان هو يعني جنين بيعتق، يقول لما يولد ابن عتقه، فهذا أيضا غير جائز. الأعجمي من هو شيخ؟ العجم غير المسلم، يعني مراد به غير المسلم، مش مراد به من خلاف العرب، يعني عجم يعني غير مسلم، يعني بناء على يعني مبني على حمل المطلق على المقيد، هل يحمل المطلق على المقيد في كفارة اليمين الرقبة وردت مطلقة غير مقيدة بمؤمنة، وفي كفارة القتل وردت مقيدة بالمؤمنة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ بناء على ذلك فإن العجمي لا يجوز، اللي هو الكافر، لا يجوز عتقه، وبناء على أنها وردت هنا مطلق غير مقيدة فيجوز عتق غير المؤمن، ولذلك قال هو في العجمي خلاف وتردد وكذا. قال سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين إلى آخر ما قال. يعني هذه العيوب التي ينبغي أن تكون سالما منها الرقبة، تسلم الرقبة، هذه البكم والعرج الشديد والعور والمرض الشديد إلى آخره. قال ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخير بقوله ثم إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه صوم 3 أيام وندب تتابعها. يعني عند العجز، إذا كان هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرناها هو عاجز عنها، وبحيث أن شو مع العجز؟ وضح لنا العجز شنو هو، مش زي ما في عرف الناس كل واحد يقول على طول أني لازم أنت كفارة يمين بنصيم 3 أيام، لا، بشرط يكون ما عندهاش ما يباع على المفلس. يعني إذا كان واحد عين إفلاسه وتفليسه يباع عليه كل شيء وزايد على حاجته، لا يترك له إلا بيت سكناه الضروري، يعني كان البيت من دورين يباع منه دور ويترك تترك الغرف اللي يحتاج إليها فقط، وتباع له يعني الأشياء الأخرى من كل الكماليات في البيت، التلفزيون والإنترنت والمسائل اللي هي زايدة على الحاجة كلها تباع، وإذا كان عندك كماليات أخرى لا تترك له إلا يعني ربما آلة الصناعة ولا كذا، والباقي كل شيء يباع عليه. فإذا كان ما عندهش ما يباع على المفلس، المفلس وبعدين قال أني بنصيم، قال طيب صيم، تستطيع أن تصيم أن تصيم أن تصوم، لكن لو كان هو عنده شيء، عنده أملاك وغاية ما فيه، أنه زي عرف الناس أنه ما لا يريد أن يطعم، وقال ما لقيتش لمن نطعم لمن نعطي يعني الكفارة، بعض الناس يرى أنه في صعوبة أن يجد من يعطيه الكفارة، فيلتجي بسبب ذلك يلتجي إلى الصيام، قال لا هذا ليس يعني صحيحا، هناك يعني من يأخذ الكفارات بوفرة في البلد، فينبغي أن يعطي الكفارة، لكن إذا كان هو فقير فعلا وعاجز ما عندهش ما يباع المفلس، هذا هو الذي يجوز له بعد ذلك أن ينتقل إلى الصيام. نعم، السيارة يا شيخ والنقال يعتبر من الكماليات أيضا.
إذا كان بالمعتاد الوسط لا تباع عليه، كان السيارة ليحتللها يمكن سيارة ب10,000 وعند السيارة ب20,000، تباع السيارة ب20,000 وتأخذ له سيارة ب10,000. والنقال المحتاج إليه إذا كان عنده نقال يساوي مثلا 1,000 وهناك نقال ب100 ولا ب50، يباع ويشتري نقال ب150. ما يتركلاش الأشياء اللي هي لازمة، الحاجيات، لأن مركوب من الحاجيات، وسائل الاتصال الآن أصبحت من الحاجيات، فالحاجيات كلها لا يمنع منها، وما يحتاجه أولاده للدراسة وللتنقل وكذا، كل هذا من الحاجيات، لكن يقتصر فيه على الوسط اللي هو يعني الحد الأدنى اللي يمكن يؤدي الغرض. لأن ممكن أنت في بيت هو من 4 غرف، يمكن بيت ب4 غرف يساوي 250,000، وفي بيت يساوي 100,000 أو 50,000، فيقتصر فيه على 50,000 لا على 4 مليون، وهكذا. نعم. قال: لزمه صوم 3 أيام وندب تتابعها. هذا البديل، يعني البديل الإطعام والكسوة والعتق الرقبة، أن يصوم 3 أيام. وهل يشترط فيها التتابع ولا يشترط؟ قال: مندوب التتابع فيها مندوب. وهذا مبني على هذه الكفارة تجب على الفور وعلى التراخي. عندما يحنث الإنسان في يمينه وجبت عليه كفارة، فالكفارة واجب عليه فورا، ما يجوزش أن يؤخرها ولا تجب على التراخي. قالوا: صحيح أنها تجب على التراخي إلى ظن الفوات، إلا إذا كان خشي الموت لمرض أو كبر وكذا، فهي تجب على الفور. لكن في الحالات المعتادة هي تجب على التراخي، ليس شرطا إذا كان حنث في الأسبوع هذا أن يكفي الأسبوع هذا، سواء يكفي الأسبوع اللي بعده أو الشهر القادم واللي بعده إلى غير ذلك، ما لم يخف الفوات. فبناء على أن على التراخي معناه التتابع مش واجب، مستحب. وبناء على أنها على الفور، قول على التراخي هو المعتمد عندهم، لكن بناء على أن على الفور فالتتابع واجب، يعني لأن الفورية مطلوبة. ما يجوزش، ما ينبغيش يصيم يوم ثم يترك أسبوع، لأن في هذه الحالة هو يعني ترك الفورية المطلوبة منه. نعم. قال: ولا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام، فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع. يعني الكفارة هو على التخير، يطعم أو يكسو، لكن قال لي نبي نجمع بيناتهم، نبي الأجر كامل، نبي بعض الناس نطعمهم وبعض الناس بنكسوهم باش ننوع الأجر، هل هذا يجوز؟ قال: لا، لا يجوز التلفيق من نوعين، لا يجوز أن يطعم 5 ويكسو 5، لكن تلفيق من نوع واحد زي الإطعام، يعطي 5 يعطيهم رطلين، كل واحد يعطيه رطلين، والخمسة التانيين يغديهم ويعشيهم، جائز، أو يعطيهم الأمداد. فالتلفيق داخل النوع الواحد جائز، لكن التلفيق بين الأنواع بحيث يطعم البعض ويكسو البعض هذا غير جائز، لأنه غير وارد. قال: ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ، وهو المناسب بقوله: ولا يجزئ مكرر من طعام أو كسوة لمسكين، كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين. لأن هذا مخالف لقوله تعالى: يطعم 10 مساكين. لما أنت تطعم 5 وتكسو 5، أنت لم تطعم 10، ربنا يقول طعموا 10 مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين، فأنت لم تكسو لا 10 مساكين ولم تطعم 10 مساكين عندما تلفق بين النوعين يعني. نعم. قال: ولا ناقص ك20 مسكينا لكل منهم نصف من مد،
إلا أن يكمل في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الإطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة. العدد نص فيما دل عليه، لما الله عز وجل يذكر النص يقول طعام عشرة ولا اجلدوهم ثمانين ولا، يعني يذكر عدد، هذا يعد نصا في ما دل عليه، وذلك يجب التقيد به، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. الحنفية يقولون يجوز أن تطعم شخص واحد عشرة أيام، يعني الغرض هو أن تسد الخلة، هو سد الخلة هذا هو الغرض، بنوع على المعنى، يعني الغرض هو ليس المقصود الأشخاص وإنما سد خلتهم، فأنت لما تسد خلة شخص واحد عشرة أيام كأنك أطعمت عشرة مساكين، لكن الله عز وجل ذكر القيد العشرة، فالقيد لابد يعني له معنى، هذا هو يعني ما عليه جمهور العلماء، أن لابد من إطعام العشرة، من الصحش أن يطعم أقل، يطعم خمسة ويعطي لكل واحد منهم مدين، ولا يطعم عشرين كل واحد منهم يعطيه نصف مد، وسد الخلة في هذه الحالة، لما أعطيه خمسة كل واحد مدين معناه أدى الغرض، سد خلة ما يكفي مقام العشرة يعني، وكذلك لو أعطى العشرين كل واحد منهم نصف مد فقد أدى الغرض، وصل إلى المعنى المراد، لكن خالف النص، وذلك لا يجوز عندهم. نعم. قال: وهل محل إجزاء التكميل في الناقص إن بقي ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد، أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده؟ تأويلان. يعني لما قلنا يعني ما يجزيش أنك تعطي لعشرين واحد كل واحد نصف مد، لو حصلت ماذا يفعل؟ قال لو حصل هذا تأخذ عشرة منهم وتكمل له نصف المد على النصف الأول، بحيث يتم له المد العشرة، يتم لهم كل واحد منهم مد، والعشرة الآخرين بعد ذلك إذا يعني أمكانك أن تسترد منهم علم أنها كفارة لك أن تستردها، لكن عندما تكمل العشرة كل واحد كمل نصف مد، هل شرط صحة التكميل أن يكون ما أخذه من النصف الأول لا يزال باقيا عنده، ومعناه أنه لو استهلك ما ينفعش بعد ذلك التكميل، لابد أن تستأنف المدة كاملة من جديد؟ قال فيه كلام في تأويلين وفي خلاف، والصحيح أنه لا يشترط بقاء النصف الأول بيده، إذا أعطيت أنت نصف في هذا الأسبوع، أعطيت عشرين كل واحد نصف في هذا الأسبوع، وبعد ذلك ذكر لك أن هذا غير صحيح ولابد أن تصلح ما فعلت، وجيت بعد أسبوعين ولا بعد أسبوع آخر فقال لك خذ عشرة منهم وكمل له نصف مد نصف مد كل واحد، ولما سألتهم قالوا احنا لك لنا اللي أعطيت لنا استهلك مش باقي، فالصحيح أنه يجوز لك أن تعطيهم النصف المد نصف مد حتى ولو استهلكوا ما أعطيتهم له ما أعطيته لهم في المرة الأولى. نعم. قال: وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا. ملفقة والمكررة يعني لو أنت لفقت بين إطعام وكسوة فقولك هذا غير صحيح، فأنت لابد تبي تكمل واحد الخمسة اللي أعطيتهم كسوة، كمل خمسة ثانيين كسوة، هذا ما يشترطش أن تكون الكسوة باقية عند الأولين. وكذلك لو أنت أطعمت خمسة وأردت أن تطعم بعد ذلك خمسة آخرين، لا يشترط أن تبقى يعني ما أعطيتهم الأولين يبقى في أيديهم، لك أن تطعم الخمسة الآخرين حتى ولو يعني ما بأيدي الأولين قد استهلك. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وله أي للمكفر في المسائل الثلاث نزعه، أي نزع ما زاد بعد التكميل، إن بين للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده، كما يشعر به لفظ نزع. إذا كان أعطيه خمسة أطعمهم وخمسة كساهم، وبعدين قال عليك أن تصلح، وإلا هو أعطى يعني نصف مد، نصف مد لعشرين، وبعدين قال لك عليك أن تصلح، ولما أصلح معناها ضاع عليه الكسوة. هو أصلح الطعام، إذا هو أصلح الطعام ضاعت عليه الكسوة، وإذا هو أصلح لي عشر الإطعام ضاع عليه ما أعطاه من الأنصاف لعشر آخرين، فهل له أن ينتزعه منهم؟ فإذا بين لهم في عندما أعطاهم قال لهم هذه كفارة يمين وبين لهم، وهم أخذوها على هذا الأساس، فمن حقه أن ينتزع منهم. نعم. والنزع في مسألة النقص بالقرعة، إذ ليس بعضهم أولى من بعض، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة، وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة. النزع يكون بالقرعة إذا أنت أعطيت لي عشرين، كل واحد منهم نصف مد، وكملت لي عشرة منهم النصف الآخر، فبقي العشرة الآخرين أنا أخذ نصف مد وما عندهمش في حق، لأنك أنت لم تقصد أن تعطيهم ولا أن تتصدق عليهم. فكيف يعني عندما تريد أن تنتزع من العشرة، هل تختار أنت من نفسك؟ هم أمامك عشرين، زيد وعبيد وفلان وفلان وفلان، هل تختار عشرة منهم تكمل لهم وعشرة آخرين تأخذ منهم؟ قال لا، عليك أن تستعمل القرعة في هذه الحالة. العشرين دير قرعة لعشرة منهم يخرجوا تسترد منهم، وعشرة منهم هم اللي تكمل لهم، يعني الاسترداد يكون بالقرعة، هذا هو المطلوب. قال إلا إذا كان لما أعطيت أنت لي عشرة وبديت لما زدت على العشرة بديت في الحادي عشر، علمته وعرف أنك تعطي كفارة يمين وأنك أعطيت قبل لي عشرة، فإذا علم بذلك بعد ذلك ما عندهش عذر وما عندهش حق يأخذ هذا النصف المد، لأنه متعدي من بدي الأمر، يعني ما تحتاج إلى قرعة في هذه الحالة، تنتزع منه بدون قرعة. نعم. قال: وجاز التكرار لثانية، أي من كفارة ثانية، بأن يدفعها لمساكين الكفارة الأولى إن كان أخرج الأولى قبل الحنث في الثانية. يعني إذا كان إنسان عنده كفارتان، يعني كان عنده كف يعني كان عنده كفارتين وأعطي لي الكفارة الأولى، أعطى للمساكين ما أخرجها لهم، وبعدين يبي يعاود كفارة أخرى لنفس الأشخاص الأولين، 10 أشخاص هم هذول اللي يعرفهم فقط، حنث في يمين الأول وأعطاهم الكفارة، وبعدين حنث في يمين آخر وأراد أن يعطيهم الكفارة نفس الأشخاص. قال يجوز أن يعطيهم إذا كان هو أخرج الكفارة قبل الحنث في اليمين الثاني، يعني حلف وحنت وأعطيه الكفارة ثم كف، ثم هو حالف يمين آخر وبعد ما أعطيه الكفارة الأولى حصل الحنث في اليمين الثاني، فهذه الحالة لا حرج، يستطيع أن يعطي لنفس المساكين الكفارة الثانية. لكن لو كان هو يعني ما أعطاش الكفارة الأولى اللي حنث فيها وبعدين حنث في الكفارة الثانية وبيعطي الكفارتين بيعطيهم للمساكين نفسهم، قال مكروه، لأن يحصل له اختلاط في النية في هذه الحالة، ما عادش يستطيع يميز الكفارة الأولى والكفارة الثانية. وإذا كان هو يعني أعطى الكفارة الأولى قبل ما يحدث في الثانية فلا حرج من التكرار، وإذا كان هو ما أعطاش الكفارة الأولى إلا بعد ما حدث في الثانية
فينبغي الأولى له أن يختار 10 آخرين لا يعطي نفس المساكين. قال: وإلا يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية كره له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين. أيوه. قال: هذا إذا اتحد موجبهما كيمينين بالله، بل وإن اختلف كيمين وظهار مبالغة في الكراهة، وأجزأت الكفارة أي إخراجها قبل حنثه ووجبت به أي بالحنث، وهو في البر بالفعل. مسألة أخرى، مسألة أخرى، يعني التكرار لنفس المساكين قال يجوز، هذا حتى لو اتحد موجب اليمين وموجب الكفارة، بل حتى لو اختلف موجب الكفارة، موجب الكفارة هو اليمين، موجب الكفارة في واحدة منهم موجبها يمين بالله، وموجبها في الآخر وكفارة الظهار، وكفارة من نوع آخر، فالحكم واحد، يجوز أن يعطي نفس المساكين ما دام هو أخرج قبل الحنث في الثانية، سواء كان الموجب واحد أو متغير أو متعدد. قال: وأجزأت الكفارة أي إخراجها قبل حنثه ووجبت به أي بالحنث، وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه، إن لم يكره ببر مطلق. يعني وأجزأت الكفارة قبل الحنث، الكفارة سببها اليمين وشرطها الحنث، وتقديم الحكم على شرطه جائز، لكن تقديمه عن سببه لا يجوز، فلا يجوز للإنسان يعطي كفارة قبل أن يحلف، يقول يعني بكرة غدا بنحلف وقد يترتب علي كفارة، نعطي الكفارة من الآن، المواتين عندي ناس أو موجودين بنطعمهم الآن على كفارة يمين لي بنحلف غدا، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه، زي من يصلي الظهر قبل الزوال ويصلي صلاة قبل وقتها، زي من يعطي الزكاة يدفع الزكاة قبل ملك النصاب، ملك النصاب سبب للزكاة، ومرور الحول شرط للزكاة، فيجوز لك أن تدفع الزكاة قبل مرور الحول لأنها شرط، لكن لا يجوز لك أن تدفع الزكاة قبل ملك النصاب لأن ملك النصاب سبب، فإذا أعطيتها لا يجوز لك يعني أن تسقط الشفعة قبل البيع، يعني البيع هو السبب، لا يجوز للشخص الوارث أن يجيز الوصية بأكمل الثلث قبل أن تصدر الوصية، فالحكم قبل سببه، إصدار الحكم قبل سببه باطل لا قيمة له، لا يعتد به، العفو قبل القتل، قبل لا يقتل ويجني جاني يقول يعني كان قتلني يعني عفيت عنه، هذا أيضا من تقديم الحكم على سببه، واحد يقول لامرأة كان قتلني فلان مسامحة وتنازل عليه، هذا لا يجوز، فتقديم الحكم على سببه غير جائز، مثل تقديم الكفارة على اليمين، ولذلك قال يعني وأجزأت قبل الحنث لأن الحنث هو شرط وليس سبب، فيجوز بعد أن يحلف أن يكفر قبل أن يحنث، قال والله لا أفعلن كذا، قبل لا يحنث في يمينه أراد أن يكفر، له أن يكفر، وقد ورد حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غير خير منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فعلت الذي هو خير هنا يعني قدم الحنث حنث وفعل الذي هو خير ثم كفر، فالكفارة هنا بعد الحنث، ورد حديث بلفظ آخر: إلا وكفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، يعني قدم الكفارة على الحنث، فهو جائز يعني بالنص وبالمعنى وبكل الوسائل، يعني كل الأدلة تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وأجزأت قبل الحنث، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ووجبت به أي بالحنث،
ووجبت بي إذا خلاص يعني قبل الحنث هي جائزة، لك أن تقدمها ولك أن تؤخرها، لكن إذا حصل الحنث أصبحت واجبة. وهل وجوب على الفور وعلى التراخي؟ الصحيح أنه على التراخي يعني كما قلنا، وإلا إذا خاف الفوات، إلا خوف الفوات لمرض وكبر سنه وذلك. قال: ووجبت به أي بالحنث، وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه. طيب، وجبت بالحنث، تعرف الحنث شنو هو لتجب به الكفارة؟ قال أنت عندك الكفارة، عندك اليمين، اليمين نوعان، يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنث، وتقدم لنا اليمين المنعقدة على بر هي التي تدخل على النفي، تقول والله لا أفعل، والله لا فعلت كذا، فأنت على البراءة الأصلية. بماذا يكون الحنث في هذه اليمين المنعقدة على البر؟ يكون بالفعل. لما تقول والله لا أفعل معناه أنت تحنث عندما تفعل، تخالف اللفظ اللي قلته أنت، لفظك نفي، فإذا خالفته بإثبات وفعلت فقد وقع الحنث في يمين البر. فإذا قال الحنث في البر يكون بالفعل، وفي يمين الحنث وفي المنعقد على حنث تكون بالترك. المنعقد على حنث هي اللي هي مسبوقة بإثبات ليس بنفي، تقول والله لا أفعلن، ولا أنت لابد مطالب بالفعل، يعني أنت على خلاف البراءة الأصلية مطالب أن تفعل. أنت تحنت في اليمين منعقد الحنت، تحنت بالترك. لما تقول لا أفعلن عندما تعزم على الترك تقول يعني لا أريد الفعل، يحصل الحنت. فمنعقد على البر الحنت فيها يكون بالفعل، والمنعقدة على حنث الحنث فيها يكون بالترك، بترك الفعل. ثم قال بعد ذلك ايش؟ قال: إن لم يكره بأن كان طائعا. بأن كان طائعا مطلقا. بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنث أو بر. هو أكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه، لكن بقيود ستة: ألا يعلم بأنه يكره. لحظة أخلص، يعني هو الكفارة تجب بالحنث، والحنث في البر بالفعل، وفي المنعقد على حنث بالترك، وأمتى تجب الكفارة في هذه الحالات؟ قال في يمين البر، في البر متى؟ في البر، في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه. لا، إن لم يكره ببر بأن كان طائعا مطلقا. إن لم يكره ببر، إن لم يكره ببر، يعني أنت تجب الكفارة إذا كان محصلاش الحنث بإكراه في صيغة البر، يعني عندنا صيغة حنث وصيغة بر. إذا يعني صيغة البر حنت فيها بالفعل، ولا صيغة الحنث حنت فيها بالترك، فإذا كان طائعا فتجب فيه الكفارة سواء كانت بر ولا حنت. إذا كان خالف طائعا بأن فعل في البر طائعا أو ترك في الحنت طائعا، هذان حالتان تجب عليه فيهما الكفارة. أو حنث في صيغة الحنث بإكراه، حتى وأيضا هي صيغة ثالثة يحصل تحصل تجب عليه بها الكفارة. يعني كيف يعني بإكراه؟ بالإكراه في البر ما تجبش فيه الكفارة، والإكراه في الحنث تجب فيه الكفارة. الإكراه في البر مثلا يقول والله لا أفعل كذا، أو لا أدخل الدار، والله لا أدخل الدار فأكره على دخولها، لا تجب عليه كفارة فيه.
يعني قالك لا نكره ببر، وصيغة البر إذا أكره عليها لا تجد فيها كفارة. يقول والله لا أدخل الدار، والله لا أدخل الحمام، فأجبر على إكراه الحمام وأجبر على دخول الدار، هذا لا تجب عليه الكفارة لأنه أكره ببر. ومعناه أنه لو أكره في صيغة الحنث تجب عليه الكفارة. لو قال في صيغة الحنث والله لأدخلن الحمام، والله لأذهبن إلى المكتبة في هذا اليوم، والله لأذهبن إلى الطبيب، ثم لما مشي لقي العيادة مسكرة، ولقي المكتبة مسكرة، ولقي الحمام ما يشتغلش، فهو مكره على يعني الحنث في هذه الحالة. هل تجب عليه كفارة مع الإكراه في الحنث ولا تجب عليه؟ تجب عليه كفارة. يعني الإكراه في صيغة الحنث تجب فيه الكفارة، فالكفارة تجب في ثلاث حالات: إذا كان طائعا في بر أو حنث، أو كان مكرها في صيغة حنث زي ما ذكرنا المثال، والله لأذهبن إلى العيادة وجد العيادة مسكرة. فإذا خلاص هو أكره على، تجب عليه كفارة ولا ما تجب؟ تجب عليه كفارة. لكن لو في صيغة بر قال والله لا أفعل كذا، والله لا أدخل الدار، وجاء واحد ودخل كرها للدار، قال ما تجبش عليه كفارة في صيغة الحنث إذا أكره. قال شو الفرق بين يعني صيغة البر وصيغة الحنث؟ صيغة البر إذا أكره فيها لا تجب يعني عليه كفارة، وصيغة الحنث إذا أكره تجب عليه كفارة. قال لأن صيغة البر الحنث فيها بالفعل، والفعل أسبابه قليلة، يعني لما يقول والله لا أدخل الدار بيحنث بالفعل، والأسباب التي تكرهه على الدخول قليلة، بخلاف الأسباب التي تكره صاحب الحنث الذي يقول والله لأدخلن الحمام، فالأسباب التي تمنعه كثيرة، قد يكون لأن الحمام سكر، قد يكون زحمة، قد يكون هو غير الراية، قد يكون كان مريض وصح، فالأسباب كثيرة. وعندهم القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فلما كانت الأسباب قليلة في صيغة البر وفيه تضييق عليه اتسع عليه الأمر ولم تلزمه الكفارة. إذا ضاق عليه الأمر اتسع، الأسباب التي تدفعه إلى الحنث قليلة فضيق عليه، وإذا ضاق الأمر اتسع عليه فلا تلزمه الكفارة. ولكن في أسباب في صيغة الحنث لأن الحنث يكون بالترك والترك أسبابه كثيرة فالأمر متسع عليه، وإذا اتسع الأمر ضاق. هذا هو الفرق الذي بنوا عليه هذه الحكم. نعم، بارك الله فيك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الآن.